لعبها فلاك احنا في أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج نتجول مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية الخليجية، ودائما هذه الأهداف تحمل ذكريات جميلة في حقب مختلفة لكل من تابع، كل من شاهد تلك الأهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. في تصفيات كأس العالم 1997 أقيمت مباراة منتخب الكويت والمنتخب السعودي في الكويت، والكرة السعودية كما تعرفون كرة عاد ما شاء الله 97، ترى الفريق السعودي كان فريق مميز، لاعبين مميزين كانوا نجوم، يعني كل لاعب يقول لك الزود عندي، خالد مسعد، كان سامي الجابر، فهد المهلل، مجموعة من اللاعبين، محمد الدعيع، مجموعة من اللاعبين المميزين في تلك الفترة. ولكن أيضا في 97 كان لدى المنتخب الكويتي لاعبين مميزين، أما عكس عليه الآن خلال السنوات الأخيرة اختفت النجومية اللي كانت مع منتخب الكويت، ما أصبحت النجومية اللي كانت في السابق، ولكن كانت مباراة مثيرة. نشوف أهداف تلك المباراة. سامي الجابر وبلنتي، خالد مسعد الظاهر هو اللي راح يلعب البلنتي، مسعد شوت وجول جول جول، هدف للمنتخب السعودي. خالد مسعد في الدقيقة 31 من ضربة جزاء يسجل للمنتخب السعودي من ضربة جزاء خالد مسعد، وهذا جانب من الجمهور السعودي لما أحرز مسعد هدف المنتخب السعودي من ضربة جزاء في دقيقة 31. والمنتخب السعودي أيضا يلعب بعشرة بعد خروج أحمد، الكرة ملعوبة، اللعب توصل وهدنا لك المرمى خالي، هدف التعادل لمنتخبنا الوطني. حارس المرمى الصادق اللي خرج من المرمى امام الكره، وبشار عبد الله يسجل التعادل مع بدايه الشوط الثاني، اول ثلاث دقائق تقريبا. بشار 1-1 1-1 1-1، بشار عبد الله بعد مرور، شوف هذه الكره اللي عدت ايضا من امام عبد الله سليمان، ومتابعه جيده ايضا، وخروج حارس المرمى حسين صادق، وبشار قام ايضا ويسددها، وكراته فعلا وتسديداته من خارج المنطقة يكون هو الأخطر، والكرة الثانية تلعب ضربة ركنية تصل مرة ثانية، جول جمال مبارك، الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، جمال 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 مبارك من ضربة ركنية ويسجل من أمام الدفاع السعودي الهدف الثاني. جمال مبارك في 22، شوف 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 شوف
في تصفيات كأس العالم 2002 للكويت والبحرين. وعلى مر تاريخ لقاءات الكويت والبحرين على فكرة كان أكثر التفوق لصالح منتخب الكويت. الكرة البحرينية تألقت بشكل واضح من عام 2002 2003 2004 وصلت إلى القمة في قمة النجومية في تلك الفترة. ودائما لقاءات الكويت والبحرين أيضا ما تخرج بالتعادل السلبي أو في نتيجة سلبية، دائما تكون فيها نسبة أهداف. دعونا نشاهد الكويت والبحرين. روح منا سهلة لمنتخبنا الوطني الآن، وهذه كرة ملعوبة على جمال، حصلها جمال مبارك، حصلها جمال مبارك، يلا يا جمال، ومعه أيضا محمد حسين وجمال مبارك بيلعبها لابد يحط الهوادي جو جو جو. وقف المدافع، يعني الهجوم الكويتي وقف حتى دقيقة 21 من الشوط الثاني. برافو جمال مبارك، برافو جمال مبارك اللي صنع له كرة حلوة على رأس الهوادي، على رأس الهوادي في الدقيقة 21 الهدف الأول. شوف شوف برافو، يا سلام على هالرأس يا الهوادي، يا سلام على هالرأس يا الهوادي، ويا سلام عليك يا جمال مبارك، يا سلام عليك يا جمال مبارك عندما تقدم ولعب الكرة على رأس الهوادي ويحط. لاعب ايضا مهاجم محمود جلال وخطر ويلعب اخر ورقه حطها بالجول، حطها سوح، حطها حطها سوح، حطها 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 سوح، جول. من حقك تفرح، من حقك تفرح وتفرح جمهورك، والسوح لعبه حلوه حلوه داخل المرمى. الهدف الثاني، الهدف الثاني في دقيقة 27، في الدقيقة 27 اهتز الشبك، اهتز الشبك. شوف 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 اللعبة للسوحي، لا فوق من فوق فوق داخل المرمى، فرحان السوحي فرحان. إلى رمية تماس 44 دقيقة الآن، 44 دقيقة الشوط الثاني، وهذه كرة ملعوبة المنتخب البحريني، جول 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 في الدقيقة 45، دقيقة 45 المنتخب البحريني لم ييأس، ويوسف عامر أيضا لم ييأس، هذا اللي أمامك في الصورة، يوسف عامر كرة ضربت في الغائم وردت مرة ثانية، ويوسف عامر يحطها برأسه في المرمى الهدف الأول. إذن 2-1، إذن 2-1، ومثل ما قلنا الكرة ما لها أمان، كرة ما لها أمان. جاسم يلعب، جاسم يلعب، لا أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من هذه الأهداف بإذن الله تعالى. هناك أهداف أيضا جديدة قادمة إن شاء الله يوم قد، إن شاء الله نلقاكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.